حصل طلاق مش هيبقى فيه وديات تاني. انا عن نفسي لا، خليها ميري على الكل، خدي حقك واديني حقي، ومفيش بقى ان احنا وديات، لان عمر مستحيل ما يبقى فيه وديات. ايه ده، لو كان بقى اتنين متفقين بتبقى حلو للاطفال عامه يعني، وهم كمان عشان النهايات اخلاق مفروض، فالدين طبعا ليه جزء كبير في كده، فدي تبقى حاجه كويسه جدا طبعا. ست لم طلعها مش خلاص، مش لازم ان هي تكون صاحبتي او كده، اكيد مش هيبقى في ميزه اكتر، مش تكون عارفه عني حاجه، بالعكس هيبقى في دايما ظن تاني بان اي حاجه ممكن اعملها هتتاخد بشكل مش مظبوط. لا مش صداقه، عشان فرق بين الصداقه وفرق بين الود. بين الود هي رسميه، انتوا مطلقين ورسميه، بس فيها ود يعني، مش تبقى مشحونه، مش تبقى انت يعني تخلي الولاد ما يحبوش والدتهم وهي تعمل نفس الكلام. لا انت علاقه فيها ود بكل بساطه، انت تقابلها كويس عشان لو تشوف الولاد والعكس، بس اما مش صداقه. والانسان دايما ما ينكر الود اللي كان بينك وبينها، يوم من الايام كان بينك وبينها ود، وكان بينك وبينها يعني رحمه، ولا تنسوا الفضل بينكم يعني. هذا احب انها تكون صداقه وبشكل ود شوي، عشان خاطر الولاد بعد كده ما يتاذوش نفسيا بسبب الموضوع ده. ده بتوقف اللي فيه ولاد ما بينهم ولا لا. ادام فيه ولاد لمصلحه الولاد يبقى فيه ود ما بينهم هم الطرفين، ده كله عشان مصلحه الولاد.